تخيلوا معي بيوم من الايام وانتم ماشيين بماينكرافت بتلاقوا عصاي غريبه. هي العصاي بتقدروا تعملوا فيها كوبي بيست لاي بلوك بدكم اياه. فهل هاي العصاي حتساعدنا انه نهزم التنين ولا لا؟ اذا عجبكم الفيديو هات تسوي الشير واللايك والسبسكرايب، انزلوا اعملوا لايك بسرعه وبترككم مع الفيديو. يلا باي. اول اشي بدنا نعمله عشان نقدر نعمل عصاي اللي بتعمل كوبي بيست لاي ايتم لازم نجيب خشب ونجيب ورق. اوكي في عندنا كتير خشب هون ورانا، في شجر، بس الورق من وين نجيبه؟ اعتقد لازم نجيب هذا الاشي تبع السكر هناك في. اوكي ويت، نجيب خشب بطارينا. هلو تشيكن تشيكن، حمل لك كوبي بيست، استني شوي. ثلاثة يكفون. هاد بدنا نعمل شغلتين، اول اشي بدنا نعمل كرافتنج تيبل وبدنا نعمل ستكس. بدنا نحط هدول، نعمل ورق ونحط واحد اثنين وبدنا نحط الورق، بيطلع لنا او ماي جاد كوبي بيست وند. او ماي جاد ات الاوز يو تو كوبي بيست افري بلوك، اي بلوك بدنا اياه بنقدر نعمل له كوبي بيست. لازم نختبر هذا الموضوع، بدنا نختبره على الكرافتنج تيبل صح. نعمل شيفت ورايت كليك. او Oh my god, oh my god, oh my god, what 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 صار عنا حفلة crafting table. اعتقد انه حلقة اليوم رح تكون شوي مجنونة. فلنذهب ولنبدأ عملية الكوبي بيست. نقدر نعمل كوبي بيست للدجاجة، تعال نجرب نعمل كوبي. او ما بنقدر للأسف، بس بنقدر نقتل الدجاج. موت. Oh my god. أنا شريرة شوي. يعني هلا مثلا 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 إذا بدي أعمل هون حقل من البومكن بعمل هيك. أو ماي جاد، أو ماي جاد، لأول مرة بماينكرافت بورجيكم شجرة من البومكن. هي غلطة إني عم بلعب هذا المود، عم بيعطيني تو ماتش باور. بدنا نقتل بس أكمل بقرة، بدي آكل. سوري سوري سوري، لازم آكل. لا 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 لا. استنى 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 استنى، بالله عليك بالله عليك، اخوي 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 اخوي. لا موتت. خلينا نعمل حالنا ما شفنا اللي صار حاليا ونرجع مره ثانيه نستكشف العالم. هلا اعتقد لازم نلاقي كهف. هذا كهف. او ماي جاد. اوكي اوكي او ماي جاد، هذا الكهف. او واو. هلو زومبي، عم بتفشوا بعض عم بتفشوا بعض. هن شكلهم عم بيرقصوا مش عم بتفشوا بعض. نجربها اول شيء على الفحم. كوبي. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، هي صار معنا كثير فحم. اوكي استنوا كوبي، بدنا نحول المنطقه كامله لايرن. واو او ماي جاد يا جماعه، فجأة صارت لعبة ماينكرافت كثير سهلة. اوكي نجمع. استنوا شوي، خطرت ببالي فكرة، بس لازم اعمل صندوق. ويت، الصندوق يعتبر انه هو ايتم، فاذا مثلا فتحنا الصندوق وحطينا ايرن وحطينا هدول وحطينا هدول ومسكنا العصاية الكوبي بيست وعملنا لها كوبي، هل معقول حنعمل بيست بالايتمز اللي جوا الصندوق؟ او ماي جاد، انا ذكية، انا جدا ذكية. يعني هلا بس بنعمل هيك بنلم هدول. او ماي جاد او ماي جاد، انا هكرت الجيم خلص، انا هكرت الجيم. صار بعد ستاك وشوي ايرن. ويت عندي فكره احسن، نحط هذا هون، بنحط هدول هون وبدنا نستنى شوي ابو ربع ساعه. ثمانية بكفو، ثمانية بكفو. حنحط الايرن الجاهز، حنعمل له كوبي، حنعمل له بيست. او ماي جاد، وهيك بصير معكم ستاك وشوي بدون ما تعملوا اي مجهود. احسن اشي بالحياه، لازم هذا يخلوه ماينكرافت دائما. خلينا نستكشف شوي الكهف، ناخذ باكيت اوف ووتر. اوكي طلعوا طلعوا الاحتراف، طلعوا احتراف ماينكرافت وهيك يعني الاشياء هاي، بس بخاف من العين برضه يعني. ف حموت حموت، او ماي جاد راح اموت. لا لازم نلاقي اكل، من وين بدي الاقي اكل هون؟ اتهور، استنوا شوي اتهور، واحد بيعيش مره. او ماي جاد اوكي. اوه نو نو نو، اذا هذا واحد منهم شافنا وضربنا نحن متنا. اعتقد الحل الوحيد انه نرجع نطلع على السطح نجمع اكل، بعدها نرجع الكهف مره ثانيه ونبلش ندور على دايموند واشياء ثانيه، فخلونا نطلع على السطح. اوكي انا معي نص قلب، بس انا معي نص قلب. لا اوه ذا
بعدين. المفروض هاي المود يكون اسهل مود بالحياة. انا ليه عم بضل اموت؟ باي باي. نجهز كل الاكل بعدين نحطه بصندوق بعدين بصير عندنا اكل جاهز. ذكاء خارق. بدنا صندوق نحط فيه الاكل، شويه ايرن. مش غلط الواحد يزود الايرن اللي معاه. هلا بنعمل كوبي وبنعمل بيست. او ماي جاد او ماي جاد، شو اني ذكيه. يا جماعه انا استوعبت انه صار معي كثير ايرن. او ماي جاد رعبتني يا زلمه يا زلمه. ونختفى. فلنعود الى الكهف مجددا. هلا لازم نبلش نخطط نروح على النذر. فنحن بحاجه اوبسيديان، بحاجه ذهب، وبحاجه دايموند. خلينا ندور على هدول ثلاث شغلات. مين هاد؟ ليك شكلك. استنوا، بنقدر نحط هون مي ويصير عندنا اوبسيديان، بعدين بنقدر نعمل حركه. اعتقد انه ممكن تزبط. ويت، بدي اجرب حركه. دايموند! هل تفكرون بما افكر فيه؟ لا لا ضيعت الدايموند. حطيت او ماي جاد، نسيت اكبس شيف. في وراها دايموند دايه. الحمد لله. اوكي بنكبس شيفت هاي المره، بنكبس شيفت. اوكي اوه، بدي اورجيكم احلى منظر حتشوفوه بعمركم بماينكرافت. او ماي جاد، اعتقد اني تهورت. عملت وول كامل من الدايموند. او ماي جاد، ما احلى المنظر. بعد ما تهورنا وجمعنا استكان وشوي من الدايموند، خلونا نعمل فول ارمر من الدايموند، وبعدها حنروح على النذر. اوكي نحن وين؟ انا وين؟ اوه كان لازم البس ذهب. اوكي 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 اوكي، غيرت رايي غيرت رايي غيرت رايي. نحن لازم نروح نلبس ذهب، لازم نلبس ذهب بعدين بنرجع. تعال نرجع نجرب نعمل هاي الحركه مره ثانيه. سوري اذا وقعت بموت للابد. او ماي جاد غبائي، بابا انا احط مي بالنذر. اوكي لقينا قلعه، لقينا قلعه، بس ما بعرف مالهم الناس معصبين. مالكم؟ مش عارفه شو احكي غير اني غبيات. ويت جايز جايز، ويت ويت جايز، انا بس بدي واحده، بس واحده. تعال عمو تعال، ما وقع اجي. يا الله، املي فيك املي فيك املي فيك. اخيرا اخيرا واحده. او ماي جاد، حنموت حنموت حنموت. بدنا بس نحط صندوق ونعمل الحركه المعتاده. باي باي ايها النذر، فلنعود الى الديار. قبل ما ندور على اندرمان ونروح على الاند، جاي على بالي اجرب شغله. ويت، في عندي فكره جنونيه نفسي اجربها. او ماي جاد، ويت ويت، اذا عملنا هيك ويت شوي بنقدر نعمل هيك. او ماي جاد، عملنا بوكس من البدروك. لا ويت، استني شوي، ما فكرت بالمو. ليه عملت هيك؟ استنى استنى استنى، عندي فكرة. إذا حطينا بلوك وعملنا له كوبي. أوكي هلا جد علينا. إذا حطينا بلوك عادي ونكون حذرين، عملنا له كوبي وعملنا له بيس وكسرنا. أوه ماي جاد. أوكي خلص، خلونا نروح على الإند لأنه الواضح إني حجيب العيد. ألو! يلا ندور على الإند. أوكي أعتقد إنه وصلنا. لا 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 ما وصلنا. اوف وصلنا وصلنا. ويت ويت ويت، انا بكرهكم يا الله، شو بكرهكم. ويت، نفتح البوابه. اعتقد انه معنا كل شيء نحن بحاجته. ليتس جو. وين التنين؟ جيبوا لي التنين. خلونا نبلش. ووو، موضوع قتله التنين صار سهل بالنسبه لي. مش كثير يعني، شوي بس شوي. لا 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 لا. لأول مرة من فترة بعيدة جدا بهزمنا التنين. على كل حال، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب، وإذا حابين كمان ما تنسوا تحضروا آخر فيديو نزلته اللي موجود هون، وبشوفكم في الفيديو الجاي. يلا باي. أموت، إيش عم بصير معي اليوم؟